بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه خاطرة طيبة مباركة عن بلاد طيبة مباركة. منذ أن تفتحت عيوننا على الدنيا، ومنذ أن سمعت آذاننا لغتنا، ومنذ أن بدأنا نسمع أحاديث حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا نسمع مع اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم اسم الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه. وبعد أن يكبر الفتى قليلا يسأل إلى أين ينسب البخاري، فيقال له إلى بلد هي بخارى تقع وراء النهر. في تلك البلاد الكريمة خرج أفذاذ الأمة، وما يلبث الفتى طالب العلم أن يطلب العلم، فيقرأ في الفقه اسم الإمام المرغناني، ويقرأ في التفسير اسم الإمام النسفي، ويقرأ في الحساب اسم الإمام الخوارزمي، ويقرأ في العقائد اسم الإمام أبي منصور الماتريدي، فيسأل عن تلك النسب إلى أين؟ فيقال له إلى تلك البلاد الطيبة المباركة التي تمتد في مشرق العالم الإسلامي، والتي كانت أرضا طيبة أنبتت هذه العلوم، وأنبتت هؤلاء العلماء، وينتفع الناس بعلمهم إلى يوم الناس هذا، وسينتفعون إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. لذلك أمر مفرح، وأمر مبهج، وأمر طيب، وأمر سار أن نفرح بعودة الإسلام إلى تلك البلاد المباركة بعد أن انقطع عنها عقودا طويلة أيام حكم الاتحاد السوفيتي وما بعده. بملء الفرح والسرور نستقبل أخبارا طيبة عن بوادر كريمة طيبة لحمل تلك العلوم من جديد. نسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من أعان أهل تلك البلاد أن يحملوا علوم أجدادهم التي سيفخرون بها على العالم كله إن شاء الله تعالى. وهذا كله ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يثوي خازنه في تلك الأرض الطيبة الطهور. سلامنا إلى أهل بخارى، وإلى أهل سمرقند، وإلى أهل نسف، وإلى أهل طشقند، وإلى أهل تلك المدن الكريمة كلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.